السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الحماية الاجتماعية توسع عمليات البحث الميداني إلى 54 قضاء بعموم العراق. أحصت دائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نتائج عمليات البحث الميداني في المناطق الأشد فقراً، وفيما أكدت توسيعها إلى 54 قضاء أعلن التعيين 482 باحثاً. وقال مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية عبد الرحمن المنصوري إن عمليات المسح الميداني مستمرة في جميع محافظات العراق في المناطق الأكثر والأشد فقراً، حيث بدأنا من 20 قضاء وتوسعنا إلى 54 قضاء في الأيام الأخيرة، مبينا أن العمل انفتح على جميع أقضية ونواحي العراق بشكل عام عدا أقليم كردستان. وأضاف المنصوري أن الإنجاز النهائي لعمليات البحث الميداني لم يتم حتى الآن في منطقة محددة، والعمل مستمر في جميع المناطق، لافتا إلى أن العمليات المشمولة بمنطقة المسح تقدر بمليون وثمانمائة ألف أسرة، وهذا العدد يحتاج إلى الجهد والوقت، ونحن مستمرون بعمليات المسح الميداني. إذا استطعنا الوصول الآن إلى 600 ألف أسرة بنسبة 35% من إجمال العدد المستهدف. وتابع أن أعداد الباحثين في الوقت الحاضر بلغت 2000 باحث يعملون في عمليات المسح، وخلال الفترة الأخيرة تم تعيين 482 باحث من الأوائل على هيئة الحماية الاجتماعية، مؤكدا السعي للوصول إلى 3000 باحث. بشأن زيادة رواتب الحماية الاجتماعية، أوضح المنصوري أن الزيادة من عدمها تحدد المبالغ المخصصة لهيئة الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة.